نستأذن سمو الأمير حفظه الله ورعاه بتقديم الهدية التذكارية باسم وزارة العدل وكافة العاملين بها، وليتفضل مشكورا معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد يعقوب عبد المحسن الصانع لتقديمها لسموه. وفي لحظة رمزية أخرى لها دلالتها تكون بشكل تكريم للمجتهد، نستأذن سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالسماح لفريق عمل وزارة العدل بشرف الحصول على صورة تذكارية مع سموه.